الكلمة السؤالية هوز وتسأل عن الملكية. في حال وجد لدينا في الجملة صفة ملكية أو ضمير ملكية أو أس الملكية، هنا نستخدم الكلمة السؤالية هوز وتعني لمن. طبعا الكلمة السؤالية هوز أيضا تتطلب أن نضع الاسم بعدها. For example, عمر's car is expensive. لاحظوا الأس التي تحتها خارق. إذا هي أبوستروفي إس، إذا هي إس الملكية. عمر's car is expensive. يقول هنا سيارة عمر، إذا غالية الثمن. هنا كون أنه موجود لدينا إس الملكية فنستخدم يا أميرة question word الكلمة السؤالية هوز. تفضلي. نعم يا أميرة. طيب ربما لا. نعم تفضلي. أستاذ، أول شيء بنحط الكلمة الاستفهامية هوز. تماما. الاسم، ما هو الاسم الذي نسأل عليه بعد ذلك؟ كار. كار، تماما، رائع. بعد ذلك الفعل المساعد أين هو؟ إيز. تماما، إيز، رائع جدا. إذا هوز كار إيز. التتمة. إذا تماما expensive، كما قلنا بأن فعل الكون إيش هو فعل رئيسي وفعل مساعد. إذا أصبح السؤال whose car is expensive، سيارة من غالية الثمن. إذا أقول هنا عمر's car is expensive، سيارة عمر. مثال آخر، المثال الأول كان على إيش الملكية، المثال الآخر هنا على ضمير ملكية. This car is mine. This car is mine. يقول هذه السيارة لي يا فاطمة. تفضلي. Whose car is الفاعل. You. لا. أين الفاعل؟ أنا. اسم الإشارة. ضمير الإشارة. This. تماما، هو الفاعل هنا. إذا اسم الإشارة this هنا هو الفاعل. إذا whose car is this؟ يقول هنا لمن هذه السيارة، فأقول this car is mine، هذه السيارة إذا لي. لاحظوا الكلمة السؤالية هي كانت لضمير الملكية mine. الآن إلى which. الكلمة السؤالية ما بصير. نعم تفضل. ما بصير نحط this قبل car مو. لا ما بصير، لأن هي الفاعل، هي الفاعل، هي الفاعل، فأضعها بعد الفعل المساعد is. أنت تعلمين يا فاطمة بأنه هنالك ترتيب محدد نتبعه. بداية الكلمة السؤالية وهي whose car، بعد ذلك الفعل المساعد وهو is، وبعد ذلك الفاعل هو this. طبعا لم يبقى شيء في الجملة. الآن إلى which. which نستخدمها للسؤال عن الخيارات، عندما يكون لدينا في الجملة عدة خيارات، وأيضا نضع الكلمة السؤالية، نضع الاسم الذي نسأل عليه بعدها. أقول they study in Oxford University. إذا هم يدرسون في جامعة أكسفورد. حقيقة هنالك عدة جامعات، فهنالك يعني في هذه الجملة لدينا عدة خيارات، فنقول في أي جامعة يدرسون. فهنا طبعا أكسفورد يونيفرسيتي. لبابة تفضلي. أستاذ منحط ويتش بعدين الاسم أكسفورد يونيفرسيتي. لا أكسفورد، عفوا لبابة، أكسفورد هي الإجابة. أكسفورد هي الإجابة، كما قلنا هنالك عدة أسماء الجامعات ومنها أكسفورد، فلذلك هي إجابة، فأقول فقط university. Which university؟ يعني في أي جامعة؟ نعم تفضل. أستاذ الجملة بالحاضر البسيط من جيب دو. ممتاز. إذا ممتاز، رائع جدا. إذا which university do they study؟ في أي جامعة هم يدرسون؟ فأقول إذا Oxford University. أيضا مثال آخر، I prefer yellow apples. طبعا هنا من الممكن أن نسأل بالكلمة السؤالية what color of، تمام، بالنسبة لي yellow apples، ولكن أنا شقتها هنا كمثال. أيضا من الممكن أن نستخدم which. تيماء. أستاذ نحط الكلمة which وبعده
أبلت. أبلت. تماما. والفعل المساعد ما فيه بنحط الضمير دو، فعل مساعد دو. رائع. ودو يو. ممتاز. نحط الفعل يو. بريفير. الفعل الرئيسي بريفير. أحسنتي يا تيماء. إذا which apples do you prefer؟ أي التفاح تفضل؟ فيقول yellow apples، التفاح الأصفر. طبعا كما قلت لكم من الممكن أن نستخدم الكلمة السؤالية هنا what color of، ما هو لا ما هو لون. الآن what time، what time وهي للسؤال عن الوقت، طبعا معروفة أن نستخدمها عندما يكون لدينا في الجملة أي كلمة تدل على الوقت. ف for example it took an hour to my house، أي يستغرق مني ساعة للوصول إلى منزلي. لاحظوا هنا السؤال an hour، an hour وتعني ساعة، سنسأل عليه يعني كم من الوقت تستغرق للوصول إلى منزلك، فسنسأل على an hour. يا بشرة what time، what time نضع الفعل المساعد did. تماما، لأن زمن الجملة ماضي بسيط. ممتاز، لاحظوا عرفناها من الفعل took، هو التصريف الثاني من الفعل take، إذا ماضي بسيط لذلك نستخدم did. أكملي يا بشرة. It take to your house. رائع 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 جدا يا بشرة، أحسنتي. إذا what time did it take to your house؟ كم من الوقت يستغرق الوصول إلى منزلك؟ الإجابة an hour، an hour يعني ساعة. الآن إلى الكلمة السؤالية الشهيرة هي how long، طبعا أنا وضعتها في آخر الكلمات السؤالية، حقيقة جدا تتكرر هذه الكلمة السؤالية، وأتت في دورة العام الماضي، في دورة العام الماضي أتى جملة كان يجب أن نستخدم فيها how long. متى نستخدم how long؟ طبعا أعزائي هنا يجب أن نفرق بين الكلمة السؤالية how long وبين الكلمة السؤالية when. الكثير حقيقة في دورة العام الماضي عند تصحيح أوراق الامتحان لاحظت أن الكثير من الأوراق فيها بدل how long استخدم الطلاب when، متى. أعزائي هنا أنا وضعت لكم ملاحظة بأنه how long تعني كم طول المدة الزمنية، تمام؟ طيب متى نستخدم how long؟ how long تستخدم عندما يكون لدينا في الجملة دلالات زمن الحاضر التام والحاضر التام المستمر، يعني all four things زائد زمن. عندما يكون لدينا في الجملة all أو four أو things زائد زمن، أي بما معناه موجود في الجملة زمن حاضر تام أو حاضر تام مستمر، في هذه الحالة نستخدم الكلمة السؤالية how long. فيما عدا ذلك فنستخدم الكلمة السؤالية when، متى. يعني مثلا إذا كان لدينا عام، أي عام من الأعوام، فبالتأكيد نستخدم when. أما في حال وجود all four things زمن فنستخدم الكلمة السؤالية how long. For example، على سبيل المثال، إذا لاحظوا المثال التالي I have been studying English for three years. لاحظوا هنا في هذه الجملة، إذا الزمن الجملة هو حاضر تام مستمر have been studying، إذا have been studying. أيضا إضافة إلى ذلك وجود for زائد three years، for three years لمدة ثلاث سنوات، يقول صار لي أدرس اللغة الإنجليزية لمدة ثلاث سنوات. طبعا هنا من المنطقي جدا أن أسأل بأنه كم طول المدة الزمنية التي صار لك تدرس اللغة الإنجليزية، ليس كذلك يا صديقي عمر؟ طب سأعود لك يا عمر في سؤال لاحق، ربما لديك مشكلة. إسلام، تعم يا إسلام؟ إذا الكلمة السؤالية اتفقنا هي how long، أليس كذلك يا إسلام؟ نعم أستاذ. طيب هون الزمن عندنا يا حاضر تام مستمر، وعندنا فعل المساعد have. how long have will I see you have جميل. you been studying English مع إشارة استفهام.
رائع رائع جدا يا إسلام، أحسنتي. إذن الكل، إذن أصبح السؤال how long have you been studying English؟ أيضا هنا هذه الجملة فيها رد على أحدى الأسئلة التي وردتني بخصوص فعل الملك. لاحظوا أعزائي، هنا موجود لدينا have، ولكن هنا يا ترى هل have هو فعل لوحده في الجملة؟ بالتأكيد لا، لدينا been studying، have been studying حاضر تام مستمر، إذن هنا have فعل مساعد وليس فعل رئيسي. لو كان have هنا لوحده في الجملة أي فعل رئيسي لكنا استخدمنا الفعل المساعد do، ولكن بما أنه فعل مساعد فهنا دوره كفعل، عفوا بما أنه يوجد فعل بعده فهنا have دوره فعل مساعد، لذلك نضعه في قبل الفاعل كفعل مساعد. إذن أصبح السؤال how long have you been studying English، كم صار لك تدرس اللغة الإنجليزية؟ إذن الإجابة لاحظوا for 3 years، for 3 years أي لثلاث سنوات، لمدة 3 سنوات. إذن بذلك أعزائي نكون قد انتهينا من الكلمات السؤالية. إذن هذا استعرضنا سوية أهم الكلمات السؤالية مع الأمثلة على استخدامها.